ايوه حلوه السنوره دي. ايوه يا قوطه. السلام عليكم. وعليكم السلام. بتعمل بطاطس النهارده؟ بطاطس والقوطه. لا انا عايزه بطاطس بس. البطاطس بسبعه بس. يا دي النيله هتقعدوا تغلوها لحد امتى؟ اديني كيلو. ده الطماطم دي بص عملت عبه، انا عايزه كيلو بس. ده تفاح مش طماطم. لا لا مش عايزه. طب دوقي بس. لو ما عجبتكيش ما تشتريش. منجر. بالهنا والشفا. ماشي اديني كيلو كمان مع ال عينيا. حاضر. سلام. جدع يا عم البت دي شكلها مروشه كده وهنرزق النهارده رزق جميل. ايه يا عم هو اللي انا قلت لك عليه بس. يا ستي ده سكر ده تفاح مش طماطم. انا بحب اجيب اليوم بيوم كده. تحت امرك. بقول لك كفايه كده بحب اخد اليوم بيوم وكفايه. خد يا ست هانم اللي انت عايزاه. كيلو اه اتفضل. حسابك كام؟ كده يبقى 15. 15؟ اتفضل. تحت امرك. ده ست كل شيء. تسلم ايدك. مع السلامة. يا عبدو. ايه يا عم؟ ايه عملت ايه؟ عملت ايه؟ كارثة طماطم زمانها هتنام على نفسها، هروح الحقها. لا 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 بصراحة أنا اللي هطلع الطلعة دي. يا دي اسمع الكلام يا عم اسمع أنت البت عجبان وأنا اللي هطلع وراها. أه؟ طب روح يا فالح. يا قوطة. ضغط ليه كده؟ انا لازم اريح شويه. يا نسا يا نسا هاخد فلوس بس. لا هو اتأخر كده ليه؟ امال النوم طلع مضروب ولا هو اتقفش؟ عارف لو حتة حمار. يا عماد. يا عبد عملت ايه؟ دورت لك على المصلحة مع التليفون وشوف في البخيلة وتقول لي معيش على 8 كيلو وتليفون كمان. اه بس يلا بقى عامل نفسها بخيله وعماله تحوش واحنا نكوش. واحنا نكوش. برافو عليك يا عبد. بقول لك يا عماد تديني نص الفلوس دي. نص الفلوس؟ نص الفلوس يا وحلل عليك التليفون يا عماد. انت عبيط. يبقى عدي عليا اخر مره اديك 100 جنيه. مش 100 جنيه؟ ايوه 100 جنيه. طب ما تديها لي دلوقتي ما الفلوس معاك اهي يا عماد. يا عبيط برضه انت لسه صغير هعلمك. دي ما تتختش. آه يلا شد عيل طماع. يا قطة ساتر عليك يا جدع وعلى الجشع اللي فيك. أنا أفضل طول عمره كده مش هستفاد منه بأي حاجة. أتفرج بقى على الحركات اللي أنا عملتها والصور بقى أعمل إيه. ده فكرة. طب ما نروح لها بقى واوريها الصور دي. ماشي والله هتجيب فلوس يا اما هرفع الصور على النت وكده كده عماد ما يعرفش حاجة عن الحاجات دي واخد الفلوس لوحدي. ايه يا فندم انت اتأخرت ليه كده؟ وبعدين عارفة ما بتردش ليه؟ انا وكنت فين كل ده؟ كنت بشتري شويه خضار للبيت ولقيت نفسي تعبت كده مره واحده. طب لما انت بتقولي خضار ما دخلتوش على المطبخ ليه؟ احمد بقول لك تعبانه. طب لو كده روح للدكتور. لا لا انا رايح شويه وان شاء الله هقوم كويسه. يا بنتي لا مش هنغلب حاجه روح نطمن برضه. مش مستاهله والله وممكن بس يكون شويه ارهاق بس مش اكتر.
طب على العموم انا خارج، ولو في اي حاجه بقى كلميني. خلاص ماشي. ماشي؟ فرصتي اكيد هي لوحدها بقى دلوقت. مين ده اللي جاي دلوقتي؟ واحدة نسي حاجة ولا ايه؟ يا ربي. طب مين انت عايز ايه؟ انت بتدخل اطلع بره. مش مهم انا مين وعايز ايه دلوقتي، في حد معاك هنا في البيت؟ انت مالك انت، في حد معايا في البيت ولا لا؟ عشان معايا حاجه ما ينفعش حد يشوفها الا انت. انا اعرفك منين انا عشان خاطر يكون في حاجه معاك تخصني؟ بس اهدي بس يا حلوه. حلوه حالك كده شويه. لا حصل لك الصور دي منين وصورتها ازاي؟ لو اتفقنا بقى ماشي همسح الصور دي. ما اتفقتيش واتلوحت معايا شمال ويمين. متفق على ايه اصلا؟ انت مين اصلا؟ انا ما اعرفكش وما اعرفش انت صورت الصور دي انت ازاي. مش مهم تعرف انا مين، انت هتحضر 10,000 جنيه وهمسح لك الصور دي، يا اما هتلاقي الصور دي بكره على النت. 10,000 جنيه؟ بتوع ايه ال 10,000 جنيه دول؟ انت يا حلو انا عارف ان انت مصدومه، انا هسيبك يوم سليم وهعدي عليك، ممكن جهزت المبلغ. امشي. زي ما كده هرفع الفلوس. امشي يا اخي. ايه اليوم الغريب ده؟ يا نهار اسود. هعمل ايه يعني دلوقتي في اللي بيحصل ده؟ احكي لاحمد؟ طب واحكي له ايه اصلا وانا ذات نفسي مش فاهمه؟ ده صورني ازاي ولا انا اصلا معرفوش؟ انا هحكي لاحمد ايه؟ ولا احمد ده احمد لو عرف ده هيطلقني. يا رب. واحد جاي اهو. يا اوطى. السلام عليكم. وعليكم السلام. امورنا يا استاذ. البطاطس النهارده. البطاطس ب7 جنيه. والبتنجان ده. ب5. ايه والطماطم مش عاجباك ولا ايه؟ لا لا بلاش من الطماطم. لا يا استاذ دوق بس يا استاذ. ده اليومين دول ملهاش طعم خالص. يا استاذ دوق انا ما عجبتكش ما تشتريش. لا جميل. عايز كام يا استاذ طماطم؟ خلاص خلي 2 كيلو طماطم. ماشي. لا وبلاش من الباذنجان الاحسن ده، ما عندكش الا شويه قليلين رواق كده يعني. عايز طماطم؟ خلاص ماشي هات 2 كيلو برضه منه. ماشي. اتفضل يا استاذ. ايه يا عم يبقى طب بالميزان يا عم. يا استاذ احنا بنتعب عمال ما نجيب الخضار. كام حسابك؟ 15. اتفضل يا بيه انا والشيف. هات يا عم. علي عبدو يا عبد الرحمن خد غير على فين؟ هسيب الفرش واروح لوحدي ولا اعمل ايه طيب؟ عيل غبي. حاسك متغيرة. في موضوع كده حصل وعايز احكي لك عليه. موضوع اتكلمي انت قلقتيني. بص مهم ذات نفسي مش فاهمة بس انا هحكي لك اللي حصل. طب اتكلمي في ايه؟ في واحد بعد لما انت نزلت جه خبط عليا ووراني صور على موبايله وليا بس مش كويسة. يعني ايه يعني مش فاهم؟ انا كمان بقول لك يا احمد مش فاهم، انا بحكي لك اللي حصل معايا. بس بقول لك ايه، اكيد عيل طايش من عيال بتاع الفوتوشوب والصور اللي بيركبوها عشان يهددوا الناس دول. لا يا احمد للاسف لا، ده انا بس انا ما اعرفش هو صورني امتى وازاي، وكمان بيهددني ان هو عايز فلوس ولقيته بيقول لي هيعدي عليا تاني. طب
انت ده بس كده، انت ايه اللي خلاك متاكده ان هو انتوا مش تركيب؟ وانت عديتي يومك ازاي اصلا؟ بص، كل اللي انا فاكراه ان انا رحت اشتريت شويه خضار للبيت زي ما بعمل كل يوم عادي. وانا ماشيه لقيت نفسي دخت مره واحده وما حسيتش بنفسي لحد ما لقيت راجل بيصحيني. يا استاذ، يا استاذ، انا فين؟ انت فين؟ وانت حضرتك مريضه سكر او عندك الضغط اي حاجه؟ لا لا انا. طب اجيب لك اي ادويه تاخديها مثلا؟ لا انا ما باخدش اي حاجه، انا كنت بشتري حاجات خضار لقيت نفسي دخت ونمت مره واحده. طب وحضرتك محتاجه مساعده؟ طب بقول لك ايه، مش قال لك هعدي عليكي تاني؟ قال لي هيسيبني النهارده وهيعدي عليا تاني بكره. طب تمام قوي، طالما هيعدي عليكي يبقى الموضوع محلول، انا هفضل في البيت، لا هتحرك ولا هروح الشغل. بس انت مصدق ان انا ما عملتش حاجه صح؟ اكيد مصدق طبعا، وزي ما قلت لك انا شاكك برضو ان الصور دي تركيب ومش انت. راح فين؟ اكيد طول المصلحه لوحده. وين؟ انا مش هستنى لحد بكره، هروح للبيت دي اللي موجود هيجي. ايه ده؟ ده مين ده؟ وما رنش الجرس ليه؟ ايه؟ دي ناس خبطت الايجارات اللي قلت لك جيني شويه. بتاع الصور؟ ايوه. طب قولي مين كده؟ مين؟ ايه يا حلوه، انت نسيتيني ولا ايه؟ هو؟ طب بصي، افتحي وحاولي تدخليه جوه طعم طبيعي خالص، وانا هستخبي هنا. ماشي؟ تعالى بقى. لا يا ماما، انت مش وقت هتيجي بكره؟ انا ما عنديش وقت، عندي شغل بكره. طب خش لحد يشوفك. الله يحتاج واجب برضه. بص بقى يا حلو، اقعد كده ومش عايز اسمع صوتك. انا لا انت ولا مش انت، اقعد يا رب. بص بقى، اي صوت اي حركه تفكر تكذب عليا هخلص عليك، ومالكش عندي دين حرام ومسكته في بيتي. لا لا لا، انا اقول لك على كل حاجه. قول لي بقى، انت الصور دي جبتها منين وايه اللي بيحصل بالظبط عشان خاطر نبقى حلوين مع بعض؟ ايوه يا حبيبي، خليه يحكي كل حاجه، احكي كل حاجه وما تكذبش. اهدي انت بس يا فاتن. انا هحكي كل حاجه يا استاذ. احكي كده بالراحه وانا سامع. بس ابوك ما تاذيني. ما تخافش، انت لو سمعت الكلام وحكيت بالظبط ما هعملكش اي حاجه. انت عارف انا كذبت؟ لا مش هدي يا فاتن. يا بص الاستاذه، ان جت عند واحد بيبيع خضار، اللي هو الراجل ده هو مشغلني معاه. وبيحط في طماطم منوم بسرنجه. فهي الاستاذه قال لها خدي دوقي، وكانت الطماطم ونمت في الطريق وبيقلبهم. بيقلبهم ويصورهم والحركات الزباله دي اشكال يا وسخه يا اولاد الكلب. والنبي يا استاذ انا قلت لك ما تاذيني وانت قلت لي ماشي. والنبي خد يا افتح التليفون دوريني الصور اللي عليه. حاضر. اخلص. ده يا هاني، الصور دي احمد، ما هو لسه قايل لك ان انا ماليش اي ذنب، انا ما اعرفش اصلا اي حاجه عن الموضوع ده. ما تخيلتش ان هي هتبقى كده. طب انا مالي؟ انا اصلا مظلومه. انت مالك؟ احمد امسكه ايه؟ انت ما هتقعديش على ذمه يوم واحد. احمد انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ يلا ما تلزمنيش. احمد انت عارف ان انا ماليش ذنب، انت عارف ان انا مظلومه. اطلعي بره، اطلعي بره، مش عايز اشوف وشك. انت المفروض تاخد حقي، انت المفروض تبقى معايا انا. بقول لك اطلعي بره عشان ما امدش ايدي عليكي. يلا يلا عشان ما كسرش التليفون ده فوق دماغي. احمد فكر شويه في اللي انت بتعمله ده. الموضوع مش محتاج تفكير، وكل ما طلع اخلص عليك انت. بس انت عارف ان انا اصلا ماليش دم. اطلعي بره، اطلعي بره يلا. يا ربي انا ماليش ذنب في اللي بيحصل ده، ازاي جوزي يعمل معايا كده؟ وكمان عارف ان انا اصلا ماليش ذنب في اي حاجه حصلت، ده انا مظلومه. اعمل ايه يا رب دلوقتي؟ يا ترى اللي احمد عمله ده صح ولا غلط؟ لو انتوا مكانه هتعملوا ايه؟ اكتبولي في التعليقات، هستناكم.